الثاني عشر ظهرا بتوقيت القاهرة، نشرة إخبارية مفصلة بأهم وآخر التطورات، والبداية معك أحمد. شكرا جزيلا لك داليا. كالمعتاد البداية بأبرز العناوين. جيش الاحتلال ينفذ غارات واسعة على الجنوب اللبناني والبقاع، وحزب الله يقصف صفد وحيفا شمالية إسرائيل. القيادة الشمالية العسكرية في إسرائيل تجري مناورات تقول إنها تحاكي عمليات برية في لبنان. أونروا تحذر من مأساة إنسانية في لبنان، ممثلة لقطاع غزة. البداية كالمعتاد دي تطورات الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. أليس هذا الإرهاب بعينه بل أصبح المطلوب اليوم إبادة؟ أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات واسعة النطاق في مناطق جنوبي لبنان وفي البقاع. كان مراسلنا قد أفاد بأن الطيران الإسرائيلي شن سلسلة غارات جوية على مناطق مختلفة من الأجواء اللبنانية. كما أشار إعلام لبناني إلى أن الاحتلال قد شن أكثر من 14 غارة على قرى وبلدات في الجنوب وفي الشرق. كما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بوقوع أضرار جسيمة في الممتلكات جراء غارات إسرائيلية على بلدة شعيتية في الجنوب. أفادت مراسلة القاهرة الإخبارية بأن صافرات الإنذار دوت في 22 منطقة بالجليل الأعلى وصفد ومحيطها شمالي إسرائيل، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رشقات صاروخية انطلقت من جنوب لبنان نحو صفد، وأشارت هذه الوسائل إلى أن هناك تعليمات للمستوطنين في صفد ومحيطها وكريات شمونة بالجليل الأعلى بالبقاء قرب الملاجئ، كما أفادت بسقوط صواريخ لأول مرة في زخرون يعقوب وبات شلومو جنوب حيفا. كما دوت صافرات الإنذار كذلك في محيط جبل ميرون بالجليل الغربي شمال إسرائيل. كان حزب الله قد أعلن قصف مستوطنة حتسور بعشرات الصواريخ. أضاف بيان الحزب أنه قصف كذلك قاعدة دادو العسكرية بعشرات الصواريخ ردا على الغارات الإسرائيلية التي شنتها إسرائيل على مناطق مختلفة من لبنان. كان حزب الله اللبناني استهدف مقر قيادة الموساد في ضواحي تل أبيب بصاروخ باليستي من نوع قادر واحد. وذكر الحزب في بيان بأن مقر الموساد المستهدف هو المسؤول عن اغتيال كوادر الحزب وتفجير أجهزة البيجر واللاسلكي. وذكرت مصادر إسرائيلية بأن جيش الاحتلال اعترض 10 صواريخ على الأقل في ضواحي حيفا الجنوبية ووادي عارة.
ومعنا من مرج عيون جنوب لبنان مراسل القاهرة الإخبارية أحمد سنجاب. أحمد، ما الذي رصدته خلال هذه الساعة وأنت في عين المكان؟ نعم، تحياتي لك في البداية. بالفعل هناك موجة جديدة وعنيفة من التصعيد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على مختلف المناطق على الأراضي اللبنانية وليس فقط في الجنوب اللبناني. أبدأ من الجنوب اللبناني، هناك عدوان إسرائيلي جديد على عدة بلدات ربما تستهدف لأول مرة، وخصوصا في محيط المستشفيات مثلما حدث في محيط مستشفى تبنين الحكومي في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني، حيث تم استهداف محيط المستشفى بسلسلة من الغارات الجوية. أيضا تم استهداف بلدة تول في قضاء النبطية، وخصوصا في مفرق مستشفى الشيخ راغب، وكأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول قطع الطرق المودية إلى المستشفيات في الجنوب اللبناني. أيضا هناك سلسلة من الغارات على منطقة إقليم التفاح في قضاء جزين، هذه المناطق التي تقع في عمق الجنوب اللبناني، حيث استهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي بسلسلة غارات جوية أيضا في الجنوب اللبناني، بالإضافة إلى بلدة البازورية التي تقع في قضاء أقصى القطاع الغربي للجنوب اللبناني في نطاق هذه المناطق التي استهدفها جيش الاحتلال منذ صباح اليوم. في مدينة بعلبك هناك حزام ناري ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر سلسلة غارات جوية إسرائيلية تستهدف أطراف ومداخل البلدة، بالإضافة إلى قصف في عمق أو في وسط مدينة بعلبك شرقي الدولة اللبنانية. كما استهدف جيش الاحتلال بلدة المعيصرة في قضاء كسروان، هذه البلدة التي تقع شمال العاصمة اللبنانية بيروت، أي أنها بعيدة تماما عن نطاقات الجنوب اللبناني. ووفقا لوزارة الصحة اللبنانية فهناك 3 شهداء و9 جرحى جراء الاستهداف في بلدة المعيصرة في قضاء كسروان، بالإضافة إلى 3 شهداء و3 جرحى أيضا في منطقة عين قانة في الجنوب اللبناني. وبالتالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف على الجنوب اللبناني في مختلف المناطق وعلى الأراضي اللبنانية وفي شرق الدولة اللبنانية وأيضا في عمق الدولة اللبنانية. في المقابل أعلن حزب الله اللبناني عن تنفيذ 4 عمليات منذ صباح اليوم وحتى الآن. هذه العمليات اتسمت بأنها عمليات نوعية استخدمت فيها صواريخ شديدة الانفجار، وربما كان الظهور الأول لصاروخ قادر واحد الذي يعد أول صاروخ باليستي متوسط المدى يطلقه حزب الله من الجنوب اللبناني باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية، وتحديدا أن الموقع المستهدف هو موقع تابع للموساد في ضواحي تل أبيب. وهذا الموقع وفقا لحزب الله أنه المسؤول عن عملية الاغتيالات التي تمت في الدولة اللبنانية خلال الأيام الماضية، بالإضافة أيضا إلى أنه المسؤول عن عملية استهداف أجهزة الاتصالات اللاسلكية على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين في مختلف المناطق اللبنانية. ربما العملية الأخيرة التي نفذها حزب الله استهدفت موقع دادو، هذا الموقع الذي يستهدف للمرة الثالثة في خلال أو في غضون 24 ساعة، حيث استهدفه الحزب بسلسلة من القذائف الصاروخية التي أصابت أهدافها وفقا لبيان صدر قبل قليل من حزب الله. في تزامنا مع ذلك تستمر عمليات النزوح بشكل كثيف جدا من الجنوب اللبناني باتجاه مناطق أكثر أمنا في العاصمة اللبنانية بيروت، وأيضا في محافظات جبل لبنان والشمال وعكار شمال الدولة اللبنانية. ما الذي سجل على مستوى التضرر للمرافق والبنى التحتية ونحن نتحدث الآن عن كثافة نارية كبيرة أحمد؟ نعم، جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف طرق رئيسية كما يستهدف أيضا بنى تحتية في مناطق متفرقة بالجنوب اللبناني. أدت هذه الاستهدافات إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق وخصوصا في إقليم التفاح، حيث تم استهداف مرافق حيوية في هذه المناطق. أيضا استهداف محيط مستشفى تبنين، هذا هو استهداف لطرق رئيسية في هذه المنطقة، استهداف أيضا منطقة تول، واستهداف مفرق لمستشفى الشيخ راغب هو استهداف لبنى تحتية واستهداف لطرق رئيسية. فربما هذا تطور نوعي في العمليات التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني وفي مختلف المناطق اللبنانية. واللافت أيضا أن هذه الاستهدافات لم تتوقف فقط عند حد الطرق، ولكن طالت أبنية سكنية كثيفة وأيضا مناطق سكنية في مختلف المناطق هنا في الجنوب اللبناني. ربما الحركة على الطرق باتت شبه معدومة جراء هذه
هذه الغارات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجنوب اللبناني، عدد كبير من المحال التجارية أغلقت أبوابها بسبب هذه الاعتداءات، بالإضافة أيضا إلى أنه بدأ في الجنوب اللبناني نقص في الإمدادات وأيضا في الإمدادات الغذائية تحديدا لهذه المناطق بعدما قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ هذه السلسلة والموجة الكبيرة من الاعتداءات التي ربما يسعى من خلالها جيش الاحتلال إلى فصل مناطق الجنوب عن العاصمة بيروت وعن مواقع الإمداد التي يمكن أن تمد الجنوب اللبناني بالسلع والاحتياجات الأساسية. هناك أيضا تأثير وتشويش على شبكات الاتصالات في الجنوب اللبناني ربما للحيلولة دون إجراء هذه الاتصالات وقطع الاتصالات أيضا عن الجنوب اللبناني. ربما الاتصالات لا تزال سريعة حتى الآن، ولكن هناك صعوبة كبيرة في الاتصالات سواء عبر الإنترنت أو أيضا الاتصالات عبر الهواتف المحمولة، فهذا الأمر ربما هو تطور لافت خلال الساعات الماضية في الجنوب اللبناني. أشكرك أحمد، سنبقى على تواصل على رأس كل ساعة للوقوف من خلالك على كل تطورات من مرج عيون جنوب لبنان. أحمد سنجاب. ذكرت مصادر إسرائيلية أن القيادة الشمالية تجري تدريبات لقواتها البرية تحاكي القتال البري في لبنان. وأفادت المصادر أن التدريبات تشير إلى استعدادات لسيناريوهات العمل البري في لبنان وتشمل أساليب قتال كانت تطبق في قطاع غزة. أضافت أن عددا من الفرق تشارك في تلك المناورات، منها الفرقة 9 والفرقة 179. ومع التصعيد المستمر بين حزب الله وإسرائيل تتزايد المخاوف من احتمال نشوب حرب شاملة في لبنان، كما أدت الضربات الإسرائيلية التي تلقاها حزب الله إلى اغتيال عدد من كبار القادة وظهور تساؤلات حول مدى تأثر قدرات الحزب العسكرية. تطورات متسارعة تشهدها جبهة المواجهة بين حزب الله اللبناني وإسرائيل بشكل غير مسبوق منذ بداية الصراع في أكتوبر الماضي. وتيرة العنف المتصاعد لم تنحسر وسط تحذيرات من تحول المشهد إلى حرب شاملة لا قدرة للبنان على مجابهة تداعياتها. وغداة يوم دام من الغارات على قرى ومدن الجنوب قتل فيها وأصيب الآلاف، شن الاحتلال الإسرائيلي موجة جديدة من القصف الموجه لضاحية بيروت الجنوبية، قال إنها تابعة لحزب الله. ووفقاً لبيان جيش الاحتلال فإن القصف استهدف قائد منظومة الصواريخ والقذائف في حزب الله. الاحتلال ذكر أن الضربة الموجهة كانت دقيقة بعد معلومات استخباراتية تفيد بوجود القيادي بالحزب مع عدد من كبار قادة منظومة الصواريخ في منطقة الغبيري بالضاحية الجنوبية. وعلى الرغم من الرشقات الصاروخية التي أطلقها حزب الله اللبناني باتجاه بلدات وقواعد ومطارات عسكرية بشمال إسرائيل، إلا أن حجم الخسارة التي يتكبدها حزب الله بشكل خاص ولبنان بوجه عام يفرض تساؤلاً مفاده. هل يمكن أن ينعكس نجاح إسرائيل في استهداف قيادات حزب الله على إضعاف قدراته؟ حزب الله تكبد سلسلة من الضربات المتتالية الموجعة قضت على قادة الصف الأول، ما يضع الحزب أمام تحدي الحفاظ على قوته الأمنية والعسكرية. دعوات وتحركات من أطراف عدة لاحتواء التصعيد ومنع خروج الوضع عن السيطرة، إلا أن إسرائيل قد حسمت موقفها وعزمت على الاستمرار في نهج تصعيد مستوى المواجهة واستهداف قيادات وقدرات حزب الله اللبناني، لا سيما بعد نشر جيش الاحتلال صورة تظهر أبرز قادة حزب الله اللبناني وقد تم تحديد من تم القضاء عليهم، ولم يتبقى في الصورة سوى قياديين إضافة إلى رأس القائمة أمين عام الحزب حسن نصر الله. طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي في منشور له سكان القرى اللبنانية الحدودية بضرورة عدم العودة إلى منازلهم. أضاف المنشور أن الغارات ستستمر ضد مناطق مختلفة من لبنان. كان جيش الاحتلال قد طالب سكان القرى اللبنانية في الجنوب بمغادرة منازلهم بزعم وجود أسلحة أو عناصر تابعة لحزب الله.
أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن نتنياهو أرجأ سفره لنيويورك إلى يوم الغد، وأضاف بأنه سيجري مشاورات مع المؤسسة الأمنية لبحث استمرار الهجمات في لبنان. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع المتصاعدة في لبنان، يأتي ذلك بناء على طلب قدمته فرنسا في أعقاب الغارات الإسرائيلية المكثفة على لبنان والتي أسفرت عن سقوط مئات الضحايا. ومن المقرر أن يشارك الأمين العام أنطونيو غوتيريش في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي. أكدت كل من مصر والأردن والعراق بأن العدوان الإسرائيلي على لبنان يدفع المنطقة إلى حرب شاملة، وفي بيان مشترك دعا وزراء خارجية الدول الثلاث المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتحمل مسؤوليتهما ذات الصلة لوقف الحرب، وأكدوا بأن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التدهور الذي سيكون له تبعات خطيرة على المنطقة برمتها. كما أشار البيان المصري الأردني العراقي أيضا إلى أن وقف التصعيد الجاري بالمنطقة يبدأ بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. أعلن مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن التصعيد بين إسرائيل وحزب الله في لبنان يؤدي إلى ما أسماها حربا شاملة. وخلال إفادة صحفية أكد بوريل أن الموقف خطير ومقلق للغاية. أضاف أن أوروبا تبذل جهودا لتقليل التوتر، لكن أسوأ مخاوفها بشأن اتساع نطاق الحرب يوشك أن يصبح واقعا. وقال بوريل إن المدنيين يدفعون ثمنا باهظا، وأن هناك ضرورة لبذل كل الجهود الدبلوماسية للحيلولة دون اندلاع حرب شاملة. قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازاريني قال إن الوكالة تواجه أزمة ثلاثية. أضاف لازاريني أنه مع دخول ثلاث من مناطق عملياتها إلى خطوط مواجهة نشطة، فإن الوكالة التي تعاني من عجز مالي حاد باتت على وشك التعرض لمزيد من الضغوط الإضافية. لدينا بالفعل غزة والضفة الغربية، لذلك يوجد ميدانان للعمليات أصبح خطوطا أمامية نشطة، والآن لدينا أيضا لبنان، ما يعني أن ثلاث مناطق عمليات ستصبح حالات طوارئ إنسانية، وسنضطر إلى التحول إلى المزيد من الأنشطة المنقذة للحياة. إن السؤال الحقيقي هو هل يمكن للمنطقة أن تتحمل انتشار هذه الحروب؟ وما أعنيه هنا أن الأونروا جهة فاعلة وشريكة في هذه المنطقة. إن ذلك سيضع المزيد من الضغط علينا، وستزداد الاحتياجات، وسنحتاج أيضا إلى مزيد من الدعم من المانحين والمجتمع الدولي. وقد شهدت عدة مدن أمريكية تظاهرات تنديدا بالدعم العسكري الأمريكي الذي لا يزال مقدما لإسرائيل. طالب المتظاهرون بفرض حظر على تصدير الأسلحة ضد حليف الولايات المتحدة بعد موجة التصعيد الإسرائيلي الأخيرة والمستمرة ضد لبنان. وتجمع العشرات والمئات من المتظاهرين في مناطق مختلفة من بينها هيرالد سكوير في مدينة نيويورك، ورفعوا لافتات تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان. وفي لقاء خاص مع القاهرة الإخبارية أكد وزير الأشغال والنقل اللبناني علي حمية بأن العمل في مطار بيروت لا يزال مستمرا، والشركات المعنية تواصل جهودها لاستمرار حركة الطيران. وأشار الوزير اللبناني إلى أنه لا توجد أي مشكلات لوجستية في المطار، مؤكدا بأن العمل يتواصل بكامل العناصر البشرية. أهلا بكم من مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة اللبنانية بيروت، ويكون معنا هذا اللقاء مع وزير الأشغال اللبنانية الدكتور علي حمية. برحب بك دكتور. أهلا وسهلا. نتحدث عن عدد من الشركات علقت الرحلات إلى بيروت من يوم إلى أسبوع، ماذا عن مطار بيروت الدولي؟ أول شيء مطار، أهلا وسهلا فيك، في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت. مطار رفيق الحريري الدولي بيروت ما زال مستمر بالعمل على قدم وساق بوجود كل المعنيين من المديرية العام للطيران المدني لجهاز أمن المطار، لكل الشركات المعنية والمستثمرة والعاملة على أرض المطار موجودة بكامل عديدها وعتادها. نحن بالنسبة لنا الشركات الخاصة هي شركات معنية بموضوع التأمين، في منها بعض الشركات أجلت رحلاتها، علقت رحلاتها لمدة 24 ساعة، لمدة 48 ساعة،
لمدة أسبوع مثل ما تفضلت وحكيت. هذا القرار يتعلق بتلك الشركات. لكن المطار شغال وفي كتير شركات بعد عم تنزل بمطار رفيق الحديد وبيروت تطلع من المطار. ماذا عن طبيعة العمل في المطار وبالنسبة للمغادرين والمسافرين؟ الأعداد 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 ما يعني الأعداد مش هقول لك مثل قبل بس نقصت، ولكن الأعداد بالآلاف، الأعداد بالآلاف وشغالين. إذا يعني لا مشكلة على المستوى اللوجستي في مطار، لا مشكلة على المستوى اللوجستي في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت، ومازال مستمر في الأعمال بكامل عناصره البشرية والعملانية على الأرض. قد يكون هناك تخوفات على مستوى الطيران من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في التكنولوجيا أو غيره، برسالة طمأنة. أكيد أكيد. لكن الاحتلال الإسرائيلي منذ نشأة ذلك الكيان على حدودنا من 75 سنة نحن مهددين بشكل مستمر. وفي احصاءات رسميه من قبل الجيش اللبناني، يعني في العدو الاسرائيلي، مش عم بحكي انا من 7 اكتوبر 23، عم نحكي 10 سنوات بين 2013 و23، في بمعدل 1000 خرق جوي سنوي فوق بالاجواء اللبنانيه وخصوصا فوق مطار رفيق الحريري وبيروت. بالتالي العدو الاسرائيلي مش اليوم ومن اسبوع ومن اسبوعين ومن سنه، من عشرات السنوات يهدد الاجواء اللبنانيه ويهدد كل شيء متحرك بالجو فوق الأجواء. ولكن مع الوزير يتم التعامل مع هذه الخروقات؟ يتم التعامل مع هذه الخروقات بالتعاون والتواصل المباشر والدائم مع المنظمة الدولية للطيران المدني اللي هي معنية بفرض المعايير والقوانين الدولية على كل دول العالم. نحن ملتزمين بكل المعايير التي تصدر والقوانين والقرارات التي تصدر منظمة الطيران العالمية الأيكاو في لبنان. نحن بدنا من غيرنا يلتزم بهذا الموضوع. وجه الصليب الأحمر اللبناني مناشدة عاجلة للمواطنين للتبرع بالدم لإنقاذ أرواح المصابين نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق مختلفة في البلاد. كان وزير الصحة اللبناني فراس أبيض أعلن ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية إلى 569 شهيدا، من بينهم 50 طفلا و94 امرأة. مستمرون معكم مشاهدينا في هذه النشرة، ونتابع الآن إلى تطورات الأوضاع الميدانية في قطاع غزة. قطاع غزة في حالة هستيرية. أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بسقوط 50 شهيدا في أقل من 24 ساعة نتيجة قصف من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي، وكذلك المسيرات على عدة مناطق في غزة أبرزها مخيم النصيرات. وأشار مراسلنا إلى أن الاحتلال استهدف المناطق الشرقية من خان يونس جنوب قطاع غزة صباح اليوم، وقال إن هناك نقصا شديدا في السلع والخدمات بالقطاع، وتوقف المولدات في مستشفى ناصر في خان يونس بسبب نقص الوقود. أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بتوجه نحو 55 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية من المواد الغذائية اليوم صوب منفذ كرم أبو سالم، إضافة إلى 4 شاحنات محملة بالوقود. وتعمل سلطات الاحتلال وبصورة دائمة على الحيلولة دون دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام في الوقت الذي يعاني فيه القطاع مجاعة محققة. ومعنا من أمام معبر رفح مراسل القاهرة الإخبارية عبد المنعم إبراهيم. عبد المنعم، عن أي تدفق للمساعدات نتحدث اليوم؟
أهلا بك داليا. هو تدفق من عدم التدفق، إسرائيل تسعى جاهدة إلى حيلولة وعدم دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية من الأراضي المصرية، من المساعدات الإنسانية والإغاثية فيما يتعلق بالمواد الغذائية وكذلك المستلزمات الطبية وحتى الوقود والأدوية. تسعى جاهدة دولة الاحتلال دائما إلى عرقلة وإعاقة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، رغم ما يعانيه القطاع من نقص فيما يتعلق بالمواد الغذائية ونقص المستلزمات الطبية، في ظل وجود أيضا أن هناك أكثر من 96 ألف مصاب وجريح نجم عن العدوان الغاشم الذي تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي. فاليوم تحركت من الأراضي المصرية صوب منفذ كرم أبو سالم حوالي 55 شاحنة من هذه الشاحنات الحاملات للمساعدات الإنسانية والمواد الغذائية وكذلك المستلزمات الطبية. ما دخل منها حتى الآن هو 18 شاحنة فقط هي التي أفرغت الحمولة الخاصة بها في منفذ كرم أبو سالم، والرفض كان حاضرا كالمعتاد لبعض الشاحنات، حوالي 10 شاحنات حتى الآن رفضتها دولة الاحتلال الإسرائيلي من الدخول إلى القطاع، ولا زالت الشاحنات المتبقية من الشاحنات 55 تخضع لعملية التدقيق والمراجعة من جانب السلطات الاحتلال الإسرائيلي. بالأمس أيضا توجه حوالي 30 شاحنة من الشاحنات الحاملات المساعدات الإنسانية والإغاثية، رفضت دولة الاحتلال جزء كبير من هذه الشاحنات، تقريبا حوالي 16 أو 17 شاحنة من هذه الشاحنات رفضت، وبأول أمس هذا هو الحال توجهت حوالي 30 شاحنة رفضت الاحتلال منها 27 شاحنة، ودخل 3 أو 4 شاحنات فقط أول أمس. هذا هو المعتاد منذ الأول من سبتمبر، رفض عدد كبير من الشاحنات التي تتوجه من الأراضي المصرية صوب منفذ كرم أبو سالم تمهيدا لدخول هذه الشاحنات إلى قطاع غزة. ما نرصده منذ الأول من سبتمبر حتى هذه الشاحنات دالية التي تتوجه من الأراضي المصرية صوب منفذ كرم أبو سالم يتم التنسيق لها مسبقا بين السلطات المصرية وسلطات دولة الاحتلال الإسرائيلي، لأن الرفض والمنع هو حاضر دائم عند توجه هذه الشاحنات أو وصولها إلى منفذ كرم أبو سالم. وليست هناك أسباب واضحة لرفض هذه الشاحنات، هي إعاقة وعرقلة مستمرة ومسلسل عرقيل لا ينتهي من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ظل الأزمة التي يعاني منها سكان القطاع وفي ظل العدوان. وهل ما زال عبد المنعم شاحنات الأدوية والوقود ترفض من قبل إسرائيل أيضا؟ هذا النوع الهام ترفضه بشدة دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتعرقل الأدوية والمستلزمات الطبية دائما من الدخول إلى قطاع غزة. هذا هو من أول القائمة التي تطول برفض دولة الاحتلال الإسرائيلي. هناك قائمة تطول بالرفض فيما يتعلق بالأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك الشاحنات الحاملات للوقود وكذلك أيضا الشاحنات الحاملات للمولدات الكهربائية الداخلة إلى قطاع غزة، وكذلك خيام التي تؤوي النازحين في ظل أن هناك 100 ألف خيمة من أصل 135 ألف خيمة اهترأت وتحتاج إلى تغير، ومع حلول فصل الشتاء يزداد الأمر سوءا. هذه الأدوية التي تحدثت عنها داليا والوقود تمنعه دولة الاحتلال بالتحديد الأدوية والمستلزمات الطبية، الرفض حاضرا لها من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي. ومع أغلب هذه الشاحنات، مع أن أغلب هذه الشاحنات التي تتوجه من الأراضي المصرية وهي محملة بالوقود أغلبها تابع لمنظمات أممية ودولية، وأيضا الرفض حاضر لها. وبالتالي أمام هنا في الجانب المصري تكدس لكم هائل من الشاحنات، تتخطى أعداد هذه الشاحنات حوالي 3 أو 4 آلاف شاحنة هنا متكدسة في الأراضي المصرية، سواء من تلك الشاحنات التي جهزتها الدولة المصرية من خلال مؤسساتها المختلفة أو من خلال حتى الشاحنات التي تأتي من الدول الصديقة والشقيقة وتستقبلها مصر من خلال مينائي العريش الجوي وكذلك البحري لاستقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية. تكدست هذه المساعدات إلى أن وصلنا في الفترة الأخيرة وقامت السلطات المصرية بإعدام عدد كبير من هذه الشاحنات نظرا لتلف المساعدات الإنسانية وانتهاء الصلاحية الخاصة بالاستخدام الآدمي لهذه المنتجات، سواء فيما يتعلق بأنواع كثيرة من المواد الغذائية وكذلك المعلبات وأيضا بعض المستلزمات الطبية. إليك دالي. أشكرك من أمامي معبر رفح عبد المنعم إبراهيم.
نعود من جديد إلى تصريحات المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فليب لازارين حول دخول مناطق جديدة ضمن مناطق العمليات الناشطة على ضوء تقليل بعض الأوجه الإنفاق الخاصة بالوكالة. ينضم إلينا من بيروت فادي الطيار المتحدث باسم أونروا في لبنان. سيد فادي أهلا وسهلا بك. الصرخة الجديدة أو النداء الجديد الذي أطلقه فليب لازاريني، ما الظروف أو الملابسات المرتبطة به على ضوء تقلص حجم أنشطة الوكالة بحكم ضعف أوجه التمويل؟ سيد فادي، سنعود من جديد إلى فادي الطيار المتحدث باسم أونروا في لبنان. لكن التصريح الذي كان قد أدلى به المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا كان مرتبط بنداءات استغاثة إلى ضرورة زيادة حجم التمويل المقدم للوكالة، وكانت دول عدة كما هو معلوم كانت قد أعلنت تعليقا لتمويلاتها ولحجم إسهاماتها لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، والتي تقدم دعمها لمناطق عملياتية مختلفة، أكان ذلك في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو في لبنان وكذلك في الأردن. قطاع غزة يعاني من أوضاع إنسانية أقل ما توصف بأنها مناطق كارثية على أي حال بحكم ما يعيشه قطاع غزة في هذه المرحلة. على أي حال نتحول الآن لنتابع هذه اللقطات كما تردنا من مناطق في جنوب لبنان، كنا قد سلطنا الضوء عليها على وقع زيادة وتيرة العمليات الجارية من جانب الجيش الإسرائيلي في مناطق مختلفة من جنوب لبنان، وصولا حتى إلى ما كان قد أعلن ونتابعه حتى نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية كانت قد أشارت إلى أن سلاح الجو أغار وللمرة الأولى على مواقع لعلها في منطقة الجبل تبعد قرابة 120 كيلو مترا عن المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل في عمق لعله هو الأكبر إذا ما قيس بما كان يعرف بقواعد الاشتباك أو بالأعماق والمديات المتعارف عليها أو المتوافق بين قوسين بين حزب الله وإسرائيل على أن تكون ضمن دائرة الاشتباك. قواعد الاشتباك هذه انتهت تقريبا ويبدو أنها انتهت إلى غير رجعة بحكم أن صواريخ حزب الله ذهبت إلى مديات بعيدة وربما تكون من بين الأبعد باستهداف ضواحي تل أبيب فضلا عن استهداف حيفا فيما مضى. والآن طيران الاحتلال الإسرائيلي بالأمس كنا قد تابعنا اللقطات التي كانت التقارير تقول فيها أن المقاتلات الحربية الإسرائيلية وصلت إلى مناطق في طرابلس في الشمال اللبناني، واليوم قبل قليل كان أحمد سنجاب يقول حتى أن عكار كانت مستهدفة بهذه الجولة من جولات الطيران الحربية الإسرائيلية. والآن نتابع ما ينقله إعلام إسرائيلي بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أغار على منطقة الجبل في لبنان والتي تبعد ما يزيد أو ما يصل إلى نحو 120 كيلو مترا عن الخط الحدودي. متواصلون معكم مشاهدينا في هذه النشرة وفيها لكن بعد الفاصل. الجيش الصيني يطلق صاروخا باليستيا عابرا للقارات فوق المحيط الهادئ.
ونتابع معكم مشاهدينا في هذه النشرة وإلى تطورات الأوضاع في أوكرانيا. Новых технических решений. نقلت وكالة تاس للأنباء عن مصادر محلية قولها بأن القوات الروسية سيطرت على بلدة أوكرانسك في منطقة دونياسك، ويخوض الجيش الروسي معارك في مناطق عديدة شرقية أوكرانيا، يتزامن ذلك مع التقدم الذي أحرزته القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن روسيا لا يمكن أن تقبل بالسلام إلا مرغمة، وذلك في معرض توصيفه لإيران وكوريا الشمالية بأنهما متواطئتان في الحرب. وفي كلمة ألقاها خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي، أشار زيلينسكي إلى أنه لا يمكن تهدئة الحرب بالمحادثات، مؤكدا أن لبلاده الحق في الدفاع عن النفس، كما أضاف أن أوكرانيا لم تكن أبدا قريبة من الناتو كما هي اليوم. تعهد وزير الداخلية الفرنسي الجديد برونو ريتايو بتشديد إجراءات الهجرة والأمن، ودعا إلى اتخاذ إجراءات أشد صرامة فيما يتعلق بطلبات اللجوء وأعمال العنف ضد الشرطة، وشدد على عقوبات السجن والمتطرفين والإتجار بالمخدرات، وهو ما يظهر تأثير حزب التجمع الوطني بزعامة ماري لوبان على الحكومة الجديدة. في فرنسا أيضا اشترط الرئيس إيمانويل ماكرون الإفراج الفوري عن 3 مواطنين فرنسيين محتجزين في إيران من أجل تحسين العلاقات مع طهران. ذلك خلال لقاء جمع ماكرون بالرئيس الإيراني مسعود بازشكيان على هامش مشاركتيهما في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبحسب بيان صادر عن الإليزي، فإن ماكرون حذر نظيره الإيراني من استمرار دعم طهران لروسيا في حربها ضد أوكرانيا. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إنه شعر برغبة أكبر من جانب المسؤولين الإيرانيين للانخراط مع الوكالة على نحو أكثر جدية بعد محادثات في نيويورك. وأضاف غروسي بأنه يأمل في زيارة العاصمة طهران في أكتوبر المقبل. وفي مقابلة مع رويترز قال مدير وكالة الطاقة الذرية إن البرنامج النووي الإيراني يتقدم بوتيرة منتظمة، لكنه أوضح بأنه يرغب في المضي قدما في الأسابيع القليلة المقبلة في الجهود الرامية إلى وضع الأساس للمحادثات بين إيران والغرب. نعود من جديد إذن إلى هذه الصور التي تريدنا كالمعتاد أيضا من مناطق من جنوب لبنان، ولعل الصوت الذي نستمع إليه الآن على مستوى الصوت الطبيعي الوارد من الصورة يشير أيضا لاستمرار عمليات القصف الإسرائيلي المستمر. قبل قليل كان جيش الاحتلال الإسرائيلي يشير إلى أنه قد نفذ إغارات على 100 هدف في مناطق مختلفة من لبنان، وقال إن هذه العمليات عمليات الإغارة والاستهدافات ستستمر. هذه الاستهدافات التي تطال مناطق وفق التقديرات اللبنانية فإنها تطال مناطق مدنية، بل إنها في بعض الأحيان تمس بنى تحتية مباشرة. كنا قد تابعنا بالأمس الاستهداف الذي ابتعد حتى عن جنوب لبنان وصولا إلى نحو 20 كيلومترا من العاصمة اللبنانية بيروت في منطقة السعدية التي كانت مستهدفة من جانب طيران الاحتلال الإسرائيلي. هذه المنطقة التي تأتينا منها الصورة الآن على الهواء مباشرة عند مناطق في جنوب لبنان، لعلنا إذا منضم إلينا أحد مراسلينا سيطلعنا بشكل أكثر توضيحا ودقة عن طبيعة هذا الهدف الذي جرى استهدافه، ويبدو أنه قريب للغاية من أعماق أقرب في جنوب لبنان. التقديرات التي كنا قد تابعناها والتصريحات الرسمية التي صدرت عن وسائل إعلام إسرائيلية نقلا
عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين بأن عملية أو إغارة تمت واستهدفت مناطق في جبل لبنان على بعد يصل إلى نحو 120 كيلو مترا كاملة من الخط الحدودي، مناطق واسعة تقريبا تغطي لبنان بالكامل وصولا إلى مناطق حتى في الشمال. طرابلس كانت مستهدفة بالأمس بعمليات إغارة أو على الأقل بتحليق جوي من جانب طائرات مقاتلة إسرائيلية تابعناها بالأمس. وقبل قليل كان أحمد سنجاب معنا من مرج عيون يقول أن التقديرات حتى كانت تقول بأن مناطق في عكار البعيدة عن ما يجري في الجنوب كانت مستهدفة أيضا بعمليات من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي أجمل الأهداف التي استهدفها في مناطق مختلفة من لبنان بنحو 100 هدف، وأن هذه العمليات مستمرة. التقديرات الإسرائيلية بالمناسبة كانت تقول على مدار ما يصل إلى يوم ونصف اليوم بأنها استهدفت أكثر من 1300 هدف بما يزيد على 500 طلعة جوية تستخدم فيها طائرات مقاتلة من طرازات مختلفة من بينها F-15 وF-16 وصولا إلى F-35 التي جرى استخدامها على نطاقات مختلفة خلال الأيام القليلة الماضية. في أخبار العالم الأخرى، أشار استطلاع للرأي أن المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس حصلت على تأييد نحو 47% مقابل نحو 40% للمرشح الجمهوري دونالد ترامب قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 5 نوفمبر. ويظهر استطلاع للرأي أيضا بأن هاريس تمكنت من تقليل الفجوة بينها وبين ترامب في مجالي الاقتصاد والوظائف وفقا لاستطلاع الرأي الذي استمر لثلاثة أيام. تقدمت هاريس بفارق نحو 6 نقاط مئوية، ويزيد هذا قليلا عن فارق 5 نقاط الذي سجلته هاريس على ترامب في الاستطلاع السابق. لتطورات الأوضاع في لبنان من جديد، إذ نفت مصادر عسكرية لبنانية صحة ما جرى تداوله بشأن إلقاء منشورات في منطقة الكحالة على طريق بيروت دمشق، وأن هذه المنشورات كان فيها مضمون يقول إن هناك مهلة للسكان تمتد لساعتين للإجلاء. لمزيد من المتابعة نتحول إلى رمضان المطعاني مراسلنا من جبل لبنان. رمضان، ما الذي يدور فيما يخص المنشورات التي يتم إلقاؤها والنفي الذي جرى مؤخرا فيما يخص بعض المناطق القريبة نسبيا من العاصمة بيروت؟ نعم أحمد، يعني هذا النفي جاء على عدد من المؤسسات اللبنانية الرسمية، سواء على المستوى المؤسسات العسكرية أو حتى على مستوى رئيس بلدية منطقة الكحالة، وكذلك أيضا على شهود العيان الذين تواصلنا معهم عندما وصلنا إلى هذه المنطقة، منطقة الكحالة، أنه لا منشورات ألقيت في شتى المناطق هنا في منطقة الكحالة والشوارع. وتم بسؤالنا عن سكان هذه المنطقة، تم التواصل مع أكثر من منطقة في منطقة الكحالة لكي يطمئنوا على أن يكون هناك منشورات أم لا، كلها جاءت بالنفي، ولا منشورات ألقيت للسكان في منطقة الكحالة لإخلاء السكان خلال ساعتين كما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي. الآن الأمور تمشي بصورة طبيعية وتسير بصورة طبيعية هنا في منطقة الكحالة، سواء على مستوى حركة السيارات التي تخرج وتدخل هذه المدينة المنطقة وتخرج منها، أو سواء حتى على مستوى المحال التجارية التي تفتح أبوابها حتى هذه اللحظات، وكل هناك عملية شراء وعملية بيع والحالة مستقرة إلى حد كبير. ولكن هذه من ضمن الإجراءات التي تأتي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي الحرب النفسية التي يتبعها على كافة المستويات. اليوم زعم أن هناك منشورات في منطقة الكحالة، منذ قليل
في المؤتمر الخاص بوزير الأشغال اللبناني في مطار رفيق الحريري ببيروت، قال أيضا أن هناك عمليات اختراق تتم على مدار العشر سنوات الماضية وهي الخاصة بجيش الاحتلال الإسرائيلي على أنظمة الجي بي إس، وأيضا قال هذا ما رصده الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الماضية. إذن هي الحرب التي يتبعها جيش الاحتلال الإسرائيلي متعددة، سواء على مستوى الإشاعات أو سواء على مستوى الاختراق الإلكتروني أو سواء على الأخبار المغلوطة والكاذبة التي تحدث يريد منها أن تحدث بلبلة وحالة من الحذر والريبة في الشارع اللبنانية. أيضا رأينا بعض كان بالأمس في سماء بيروت بعض طائرتان حربيتان إسرائيليتان تجوب في سماء بيروت، هذه كلها أيضا في إطار الحرب النفسية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي. يا أحمد، نظرة سريعة بالكاميرا عن أن الحالة هنا في منطقة الكحالة تسير بشكل طبيعي، المواطنين متواجدون بشكل رسمي والمحال التجارية أيضا. لكن رمضان، بمناسبة ما أشرت إليه عن تحليقا للمقاتلات الذي كان ليل أمس، منطقة السعديات قريبة للغاية من بيروت تصل إلى نحو 20 كيلو مترا، كانت قد استهدفت بالفعل ولم يكن الأمر مقتصرا على تحليقا للمقاتلات الإسرائيلية، ما الذي يدور في محيط العاصمة اللبنانية بعيدا بطبيعة الحال عن الاستهدافات التي يمكن أن تتم بين حين وآخر في الضاحية؟ أحمد، التحليق الذي أقصده هنا في ظهر يوم أمس وهو الخاص بطائرتان حربيتان إسرائيليتان كان يجوب سماء بيروت فقط دون أن نعرف الوجهة التي توجهوا إليها، وهذا تكرر أكثر من مرة في الأيام الماضية، ولكن الاستهداف الذي تم عبر أيضا غارة جوية إسرائيلية في الطريق ما بين الجية وما بين السعدات، هذه غارة أوقعت عدد أيضا من الشهداء والمصابين في إطار الاستهدافات التي يتم استهدافها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي خاصة في الضاحية الجنوبية التي كان أيضا بها غارة جوية في منطقة الغبيري في أمس في عصر يوم أمس، وهي في الضاحية الجنوبية أيضا والتي أحدثت عدد كبير من التلفيات سواء على المستوى المادي وسواء على المستوى الشهداء، 6 شهداء و15 مصابا بحسب وزارة الصحة اللبنانية في هذه الغارة. إذن هنا نتحدث عن اختراقات سواء في الضاحية الجنوبية بالغارات أو سواء أحمد في الجنوب اللبناني الذي نتج عنه قرابة أكثر من 20,000 نازح حتى هذه اللحظات، أو الأرقام طيب تتصاعد. رمضان، قبل نصف ساعة تقريبا كانت إذاعة جيش الاحتلال تشير إلى أن الجيش نفذ بالفعل عمليات إغارة لعلها في عمق هو الأكبر على الإطلاق في جبل لبنان بعمق يصل إلى أكثر أو نحو 120 كيلو مترا، هل رصدت هذه الغارة؟ هل تبينت طبيعة الأهداف التي كانت مستهدفة من وراء الإغارة التي تمت؟ حتى الآن هو الخبر يقتصر على الإعلان الذي تم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي بالفعل من أقرب الغارات أحمد 120 كيلو متر فقط تفصلها عن العاصمة بيروت وفي الجنوب عفوا، ولكن حتى الآن لم تكن هناك أي تفاصيل حتى هذه اللحظة عن هذه الغارة، ولكن ربما في الساعات القادمة أو في الدقائق القادمة يكون هناك بعض التفاصيل نظرا لأن هناك عدد كبير من الغارات الجوية وحالة من الارتباك تحدث أحمد في جنوب لبنان أيضا وسط عمليات النزوح التي لا زالت مستمرة حتى هذه اللحظة. بعض من يعني السيارات التي تدخل هنا أصلا إلى مدينة إلى منطقة الكحالة بها أيضا عدد من النازحين الذين جاءوا من الضاحية الجنوبية رجاء هذه الاستهدافات التي تأتي تباعا خلال الأيام الماضية في الضاحية الجنوبية. الآن يتم النزوح إلى العاصمة بيروت من خلال مراكز الإيواء والمدارس التي خصصتها الحكومة اللبنانية، وكذلك أيضا إلى هذه المنطقة، وذلك بشهادة شهود العيان في هذه المنطقة يتوجهون إلى المناطق الأعلى هنا من خلال المرور على هذه المنطقة، منطقة الكحالة في محافظة جنوب لبنان. تستمر عمليات النزوح طوال الأيام الماضية والتي استغرقت في بداية الأمر إلى أكثر من 20 ساعة حتى الوصول إلى العاصمة اللبنانية بيروت عبر هذه آلاف السيارات التي تحركت في نفس التوقيت جراء هذه الغارات الكثيفة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. ولكن نعود ونؤكد أخيرا أحمد مجددا أن منطقة
الكحالة تنفي حتى على مستوى شهود العيان وقاطني هذه المنطقة، لا منشورات ألقيت في هذه المنطقة، والحياة تسير بشكل طبيعي حتى على مستوى السير في الطرقات والمحال التجارية كلها تفتح أبوابها. شكرا جزيلا لك رمضان المطعاني مراسلنا، كنت معنا على الهواء مباشرة. نعود من جديد إذن إلى هذه اللقطات كما نتابعها على الهواء مباشرة من جنوب لبنان، استمرار لعمليات الإغارة والاستهدافات التي تتم من جانب المقاتلات الإسرائيلية التي تقريبا لم تترك قطاعا واحدا من بين قطاعات الجنوب اللبناني، سواء كان القطاع الشرقي أو القطاع الغربي أو القطاع الأوسط الذي استهدف جميعه تقريبا ضمن سلسلة هذه الاستهدافات، التي كان يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن العمليات العسكرية ستستمر على هذا النحو، ربما تتصاعد في مناطق مختلفة من لبنان، ليس فقط في الجنوب اللبناني، حتى تفصل جبهة لبنان عن جبهة غزة، إذا كان الحديث عن هذه الاستهدافات الإسرائيلية في مناطق مختلفة من لبنان. فإن الاستهدافات التي جرت اليوم وكانت تشير أيضا إلى أن هناك رسالة يريد أن ينقلها حزب الله إلى إسرائيل، بأن الأعماق أيضا ستختلف إذا كان العمق الذي استخدمته أو استهدفته إسرائيل اليوم يصل إلى مستويات ومدايات أبعد بكثير من حدود لبنان. فإن حزب الله اليوم لم يكتفي فقط بالعمق الأكبر وصولا إلى استهداف وحدة تابعة للموساد في ضاحية من ضواحي تل أبيب، بل إن السلاح الذي استخدم أيضا على مستوى الصاروخ الباليستي قادر الذي جرى إطلاقه اليوم أيضا كان يشير دلالة جديدة على أن أفق التصعيد لا تمتلكه إسرائيل ربما منفردة، وإنما حزب الله كذلك الذي تحول إلى استخدام الصاروخ الباليستي الذي يحتاج إلى ربما بعض التجهيزات واللوجستيات التي تختلف كثيرا عن بعض الصواريخ أو القذائف التي كان يلجأ إليها حزب الله في جولات سابقة أو حتى خلال الأيام القليلة الماضية ضمن جولة التصعيد الجارية مع إسرائيل. أطلق الجيش الصيني اليوم صاروخا باليستيا عابرا القارات فوق المحيط الهادي، وأوضحت وزارة الدفاع الصينية في بيان بأن الصاروخ يحمل رأسا حربيا وهميا، وقد سقط الصاروخ بدقة في المنطقة البحرية المحددة سلفا، وتعتبر الصواريخ الباليستية العابرة للقارات من أقوى الأسلحة في العالم ويمكنها حمل رؤوس حربية نووية. وصلنا إذن مع حضراتكم إلى ختام هذه الساعة، هذا تذكير بأبرز العناوين. جيش الاحتلال ينفذ غارات واسعة على الجنوب اللبناني والبقاع، وحزب الله يقصف صفد وحيفا شمالي إسرائيل. القيادة الشمالية الإسرائيلية تجري مناورات تقول إنها تحاكي عمليات برية في لبنان. أنروا تحذر من مأساة إنسانية في لبنان مماثلة لقطاع غزة. دوما مزيد من الأخبار والتقارير بإمكانكم متابعتها من خلال موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز دوت نت. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة. شكرا جزيلا. شكرا أحمد، وشكرا لكم مشاهدينا.